نخش في الموضوع بقى. نخش بقى. ازاي نبقى سعداء او نرضى بحياتنا؟ طيب تمام. اولا السعادة يعني انك تبقى سعيد في حياتك لازم تسعد اللي حواليك، زي ما انا قلت في المقدمة اللي جات من شوية. بمعنى ايه؟ ان كل حاجة هترتد ليك. في بعض الكتب بقى الاجنبية والكلام ده، الكتب اللي الناس بتحب تقرأها عن قوانين الجذب لوف اتراكشن والكلام ده، ان الشيء يجذب شبيهه والحاجات دي كلها، انك لما تسعد حد السعادة ترتد لك، ده كله قانون الجذب والكلام ده كله برضو في الدين بتاعنا. يعني سيدنا علي بن ابي طالب من 1400 سنة. هو قانون الجذب ده بجد؟ اه يعني بس هو كله متاخد من الدين بتاعنا ومن القران بتاعنا. يعني انا لو قعدت مع نفسي كده عشان بس برضو نوضح قانون الجذب، اه جو شد شريك حياتك وجذبه والكلام ده. لا احنا مش عايزين نشد شريك حياتي، احنا عايزين نشد الفلوس. يعني انا لو قعدت مع نفسي قعدت اتمنى شيء معين واحاول اجذبه يجي؟ سيدنا علي بن ابي طالب قال من 1400 سنه ايه؟ توقع ما تتمنى فكل متوقع آت. هي بترجع لايه؟ بترجع ان اي اعتقاد انت بتقوله، علشان كده انا بقول للناس على طول الكلمه اللي تنطقها من لسانك هتلزق فيك. بمعنى ايه؟ ان انت لو وقفت قدام المرايه، حد وقف قدام المرايه وبيقول مثلا انا فاشل، ده اعتقاد ان هو فاشل. فعلى طول تلقائيا العقل بيجيب له مليون تاكيد على الاعتقاد ده انه فاشل. اه انت جسمك، انت جسمك ضعيف كفايه، اه انت ما ذاكرتش كفايه، اه انت فاشل عشان في حد اشطر منك، هو انت هتعمل ايه ما في ناس ذاكرت؟ فالعقل بيجيب له كده. لو قال انا ناجح انا هوصل اللي انا عايزه، هتلاقي العقل بيجيب له مليون. مجرد ما يقول العقل بيترجم اللي هو عايزه. فدي توقع ما تمنى. فقانون الجذب بقى المالي والكلام ده، هي النقطه العلميه اللي فيها ان هو بيخليك تركزي على الهدف. انا مش جاوب بقى انك مغمضه عينيك والحركات اللي بيعملوها دي. طب احنا ممكن نعمل جذب النهارده. ناخد سارة؟